أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن ما يجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر هي علاقة راسخة تؤكدها المواقف المشتركة في نصرة القضايا العربية، كما تعد هذه العلاقة نموذجا فريدا على مستوى العلاقات العربية. في الواقع أن المتابع العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية سيجدها وقيدة ومتجذرة، وهي حقيقة أيضا نموذج فريد يحتذى به على مستوى العلاقات العربية. في الواقع لمصر مكانة خاصة لدى مملكة البحرين، كون مصر صاحبة مواقف بارزة في نصرة القضايا أو قضايا الأمة العربية، ومصر أيضا صاحبة دور ريادي في دعم مملكة البحرين تعزيز نهضتها، ومصر تمثل امتدادنا القومي اللي نعتز بريادته وخاصة فيما يتعلق بحماية المقدرات العربية. الدور المصري في الواقع دور محوري، وأيضا هو مساند للقضايا العربية. على سبيل المثال وليس الحصر، يحضرني ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند قوله أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والتاريخ والمتتبع للتاريخ يشهد أن مواقف جمهورية مصر العربية كانت وما زالت داعمة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، بل لجميع الدول العربية.